السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الجزائرية وان. في ربيع عدد من أوراق سيلة، عدد اليوم سنخصصه للحديث عن الكتاب الديني بشتى أنواعه، لكن قبل ذلك فلنتعرف على زوايا الصالون الدولي للكتاب في طبعته 24. بالنسبة للكتاب الديني في هذا المعرض في الطبعة 24 نلاحظ لاباس عدة كتب وعدة دور نشر، مثلا كما دار النشر المعروفية تاع لبنان ومصر راهم موجودين هنايا، ودار النشر فلسطين والعراق ودول الخليج راهم حاضرين هنايا. والكتاب الديني تقريبا راه الكتاب متوفر، ولكن الكتاب الديني بأطباعه الخاصة الأسعار مرتفعة ماشي بمتناول كاع الناس، وخاصة راكم تعرفوا هذا المعرض الكتاب الديني أولا يغير من نظرية الشخص ويعطيه دفع ويعطيه الروح نتاع التمعن مثلا في الشريعة في الفقه في الدين بصفة عامة، والرسالة اللي جا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في التدبر وفي التفقه وكل شيء. والكتاب راكي تعرفيه كيما احنا نقولوا هو غذاء روح. تتحدث رواية مريم عبرات الجزء الأول لم أكن بغية عن نظرة المجتمع لخطأ المرأة، والمرأة حين تخطئ كيف تنتظر ردة فعل المجتمع. حاولت نعالج فيها هذه القضية. الجزء الثاني كان بمثابة العديد من القضايا التي عالجتها فيها. كان اختيار العنوان هذا بعد انتهاء من الرواية، أولا لم يكن هذا هو العنوان لكن غيرته إلى لم أكن بغية. هو لا يوحي إلى شيء ديني أو كتاب ديني، لكن ما حدث لمريم العذراء هو ربما يشابه ما حدث لجميلة في رواية لم أكن بغية. نقراو فيها نكتبو فيها باش نكلموك لها كتابات باش نعطولهم لمن؟ الدراري والبنات وصهما ما عندهم باش يكتبو باش نلومو الدراري اللي يسحق لهم باش يسحقو الكتابات قرايش ما بقصص اطفال ما تقرايش نقرا في نفسي قرا نمشي قصة الأطفال صح. أنا عضو في جمعية الأخوية الخيرية. الجمعية تاعنا راهي دير حملة باش نحلو مكتبة مجانية مختلف المستويات، إما كانوا في الابتدائية سيام ليسي مام في الجامعة مام اللي يحبوا يقراو، ورانا هنايا باش نطمو من عند العباد اللي عندهم كتابات ما يسحقوهمش قدم في أي مستوى، مادا بينا يدعمونا بهم باش نقدم نفتحوا المكتبة تاعنا المجانية ونعاونوا العباد حنا ثانيك. الهلال الأحمر الجزائري في صالون الدولي للكتاب هذا تاع 2019 درنا حملة تبرع بالدم. رانا هنا كل يوم من 10 حتى للربعة نديرو حملة تبرع بالدم، وهذا بالشراكة مع الاسوسياسيون اسيبا تاع طلبة الصيدلة ومع الوكالة الوطنية للدم. كل يوم أو يجي سبيطار والناس تجي تبرع بالدم. تبرع بالدم هذا ما فيه حتى حاجة، ساهل بزاف. في نص ساعة تشوف طبيب وتجوز تنحي الدم، في ساعة تكون تقدر تسلك ثلاث أرواح. رانا متواجدين هنا طيلة المعرض الدولي للكتاب حتى 9 نوفمبر من 10 تاع الصباح حتى 4 تاع العشية. تصيبونا هنايا كيما النجمة الحديدية هنايا، رانا جوست تحتها كاين لي شابيتو تاعنا كاين لو كاميون.
دونك يجيو يجوزوا عند الطبيب يشوفهم اذا يقدروا يمدوا ولا ما يقدروش يمدوا، واذا قدروا يمدوا يتفضلوا لداخل الشابيتو. كاين الماتيريال، الناس بزاف تخاف، ما لازمش تخاف من التبرع بالدم، لان الماتيريال هذا معقم، هذا استعمال فردي، واحد كي تستعملوه وبعد نرميوه، ما نعدوش نستعملوه على الناس، دونك ما فيهش الخطر، ما كاش خطر في التبرع بالدم. معرض الكتاب في الجزائر، وحبيت يعني تلاقيت بهذا الحملة نتاع حملة التبرع بالدم، حبيت نتبرع. يلزم لي نكون في السن القانوني باش نقدر نتبرع، دونك انايا هاني ننصح في كامل الناس انهم يتبرعوا بالدم، اللي لانه حاجة مليحة بزاف، حاجة مليحة ويقدروا يصوبوا بها الحيوات تاع ناس اخرين. فوالا. إذا مشاهدينا في فقرة اقرأ لي لهذا العدد سوف نستضيف الكاتب وأستاذ اللغة العربية والمدقق اللغوي سيد زهر علي. أهلا بك سيدي، لو تحدث المشاهدين عن مولودك الأدبي تفضل. أهلا وسهلا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الكتاب الحقيقة أو إن صح التعبير كتابي هذا العمل المتواضع هو عبارة عن مجموعة، ينقسم إلى قسمين، مجموعة قصص تربوية ملتزمة مأخوذة من الواقع المعاش، وقسم آخر يعالج قضية بعنوان رسالة إلى الجنة، يعالج المنظومة التربوية نظرة معلم للمنظومة التربوية. يعني نستطيع القول أن هذا الكتاب أو هذه الرواية تنتمي إلى نوع الروايات الملتزمة؟ لا، هو فعلا ملتزم بأتم معنى الكلمة، لأنه نعالج فيه الأمراض السائدة في المجتمع، بمعنى أني نحاربها. إذن أنا حاولت نجعل من القلم تاعي سلاح، والله تعودنا أننا نشوف الداعية أو رجل الدين أو يخاطب بالمباشر، بمعنى أنه المنطلق من الحديث والآية، مثلا رسالتي أو رسالتك أنت أو رسالة، مثلا رسالتي أنا ككاتب. البشر على وجه الأرض عنده رسالة، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم، كان من سني وأطرابي، جمعتني وإياه ملاعب الطفولة ومقاعد الدراسة في المدرسة الوحيدة بالقرية الكبيرة. لم يكن في مظهره أو زيه ما يلفت العين أو يجذب البصر. التقينا معا في الإعدادية، ولست أذكر الآن كيف ومتى كان لقاؤنا الأول، فلقد تباعد به الزمن وطوته الأيام، أيام طفولتنا المبكرة، فأنا لا أتذكر كل أحداثها ولا ألمح من صورها، إلا أني فتحت عيني فوجدته بجانبي في ملعب القرية وحجرة الدراسة. كان لي الشرف أن فترة قصيرة من الزمن في جريدة يومية كنت مدقق لغوي. لو أنك خرجتي الآن وبديتي تتصفحي في لافتات المحلات، شوفي الأخطاء. من حبي يعني غيرتي على هذه المهنة بالدرجة الأولى وعلى الجزائر، لأن الخبراء العربية منتشرين وبكثرة، لما هذه الأخطاء؟ بكسرة أو بضمة أو بفتحة ممكن نلقى نفسي فيها. شكرا سيدي، شكرا، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا، كان معكم السيد زهر علي، كاتب وأستاذ لغة عربية ومدقق لغوي، ليحدثنا عن روايته الملتزمة. شكرا. اقرأ آية تحمل كل معاني العلم والمعرفة.
إذن مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية العدد الرابع من أوراق سيلة الذي خصصناه اليوم للحديث عن الكتاب الديني والأدب الملتزم. دمتم للكتاب أوفياء.